متهم بهذا الموضوع وليد الزيدي، ودائما ما يذكر اسمه انه هو وراء هذا الاستثمار الذي لا يصب بمصلحه نادي القوى الجويه. ابدا انا كنت عضو اداره في وقت، يعني ليش يطرحون اسمك؟ ما اعرف والله، مو هاي حقيقه. انا احكي لك هاي الفتره اللي مضت، السنين اللي مضت، وليد الزيدي كان متصدي للمسؤوليه في نادي القوى الجويه وظاهر على الشاشه، فاكيد يعني الناس انت شلون تبني قرارك وفق المعلومه؟ توصل نوبات معلومات خاطئه واني في الواجهه، فاكيد تتوجه اصابع الاتهام الي، خو ما تتوجه اصابع الاتهام لشخص مو بالواجهه ومظاهر وما يتصدى للمسؤوليه. انت مشخص هذا الموضوع وتعرفه كل الزين انه اكو اتهام اللي يسيب اليوم فيها اليوم في اي مكان عمل الامور غير طبيعيه وماكو استقرار، فكل من يتصدى للمسؤوليه لازم يتحمل هنا وهناك بعض الامور اللي تطرح ضده، لكن هي مو حقيقيه. بقت والامور الايجابيه ما تنسب له حبيبي. الامور الايجابيه ايش قد يشتغل راح ما راح تنسب له. هاي مو بس ترى في مجال الرياضه، هاي في مجالات، كل المجالات وكل مفاصل تقريبا اللي موجوده بالمجتمع العراقي. طيب في الوقت الحاضر، طيب يعني هذا الموضوع تحس بي انه هناك جهات تحاول انه تشوه صوره وليد الزيدي؟ اكو هذا الموضوع ممنهج؟ لان احكي لك اياها بصراحه، مواقع السوشيال ميديا، مواقع الرياضيه، من تكتب بهذا الموضوع هناك تقول انا امتلك ادله، تقول هناك ادله على هذا الموضوع. طيب السيد وليد الزيدي اليوم موجود حاضر ويانا امام الساده المشاهدين، نريد نعرف ليش هاي الاتهامات تصاب على السيد وليد الزيدي، خصوصا انه الكل يعرف انه وليد الزيدي كان نائب لرئيس الهيئه الاداريه في هذه الدوره. والله يا اخي حسين انا استغرب شغله واحده، اليوم انا حسب تقديري للموضوع، حسب تقديري للموضوع، البرامج الرياضيه هاي مو اختصاصها، البرامج الرياضيه هي تحمل رساله ورساله ساميه ورساله كبيره، هي الرساله الرياضيه وشلون نثر نشر الثقافه الرياضيه. اما اللي عنده ادله وعنده شغلات فموجود القضاء، يمكن يستطيع ان يذهب للقضاء والقضاء يكون هو الديدن والفيصل والبريء والمتهم بريء حتى تثبت ادانته. اما البرامج الرياضيه هي المفروض تحمل رساله ورساله ساميه شلون تنشر الثقافه الرياضيه داخل المجتمع العراقي وشلون تطورها وشلون، لان اليوم انت تعرف كل زين الرياضه اصبحت ثقافه من اهم الثقافات اللي تربط بين الشعوب. فعنده شيء يروح للقضاء، يعني اليوم الحكي هسه اقدر يمك احكي واتهم وهذا بس، وبعدين يعني اكو حد يعني وراء هذا الموضوع؟ انا اقول لك تعرف اليوم ما طول اكو عمليه انتخابيه بالموضوع، مو بس هسه، اكيد اكو شد واكو جذب واكو فعل واكو رد فعل، لكن ما واكو مواقع وهميه واكو ناس لها مصالح اكيد، هاي مو بس بالجويه ترى ولا بس لنا احنا، في كل مكان تشوفون انتم يعني. فاحنا اللي يلتفت لهاي الامور واللي يخلي هاي الامور نصب علينا ما اعتقد راح يقدر يشتغل ولا اعتقد راح ينجح. واحنا مو بس انا ترى، ما يصير احنا نقول بس وليد الزيدي، انا واللي اشتغلوا وياي يعني في الفتره الماضيه من اخواننا بالهيئه الاداريه، لو ملتفتين لهاي الامور ما كان استطعنا ان نحقق هاي الانجازات لنادي القوه الجويه، وما استطعنا كان انه نمثل نادي القوه الجويه بالمحافل الخارجيه ونحقق هاي الانجازات. طيب